شلون درس اليوم مرت عمي؟ صارت سواقتك احسن؟ ما انطفت معي ولا مره. سقتي يا اختي؟ ما خليت جميل يقعد ورا الدركسيون ابدا. صحي وينه جميل؟ عم بصفى للسياره. وليش ما صفيتيها انتي؟ حاولت صفها ما انصفيت معي، بعت لقت لا الهي، فاطت بحيط التصوينه. ولي بالحيط اوعي يكون صار شيء لجميل، ولي يا حوينتك يا جميل، يا حوينت شبابك يا جميل، رحت من اول درس السواقه يا جميل. عدي تحطي ما تنطي، عدي ما صار له شيء جميل، لو صار له شيء كنت شفتيني هون انا. ما صار له شيء جميل؟ ايه والسياره شو صار لمرت عمي؟ لسه بتسال، شو السياره اغلى من بني ادم؟ ما صار له شيء السياره، شو بده يصير له يعني؟ بس انا ما بعرف شو اللي صار، برمت يمين برمت شمال فخته بالحيط طلعت من الجنب الثاني. ايه مشان هيك عم تقولي يبليها بقتله للسياره، ما عم تعرفي تصفيها مبينه من السرعه. لك اني سرعه هي؟ كنت انا عم اصف على مهلي. لكن ليش فاتت السياره بالحيط؟ البلوك مغشوش ما في ريحه شمينتو يروح وقتل شي، اني انا نكشته هيك انفخت. بعرفها اكيد عملت لها شيء عمي، بس عامله كبيره هالمره. محروس محروس يا محروس خرطوم شبرده. لك حدا ندع ابو بطيخ شيء؟ لا معناته انت ما دخلها. لك عمو خرطوم شبرده. امو خرطوشين محروس. شوفي شو بكون؟ الله يرضى عليك، انزل شوف لي هذا اللي بالابو، دبر لي اياه، بده يجيب الشرطه. جيب الشرطه لمين؟ بده يجيب الشرطه لامي. لا ما بده يجيب الشرطه، انا بالشرطه شرط. لك لا تشرطه ولا هذه شرطتك، ما تكون انت محله، كنت جبت الانتربول. اوف اوف اوف، ليش شو صار؟ المسكين قاعد عم يدرس بامان الله لا اله الا عليه، فجاه ما لقى غير دواليب سياره قدامه، نيات فوق راسه عم يفتلوا. وشو دخل الدواليب بامك؟ لك انا كم مره فهمتك ما بتتدخل بهيك مواضيع؟ انت اللي بتستاهل خرطوش فردة. يوم على مكتبي محروس الله يرضى عليك، بتروح بتجيب لي معمرجي خليه يعمر له الحيط، وبتعزمه على شي مطعم خليه ينبسط وبوسه شوارب. خلاص خلاص مثل ما بدك بيصير استاذ. يلا خف روح ولا يهمك. شو دخل امي بدواليب السيارة ما؟ وليه يا فياس بدك فياس؟ لو كنت رجعت ترجع ابوك يا كاتي.